بقى. يا صبري يا صبري، اقفل باب الاسانسير. صباح الخير يا تخين، مش هين عليك تنزل دور واحد. مالكش دعوه مالكش دعوه، بقول لك يا سوسته انت مالكش دعوه بيها على الصبح. يا سوسته تعال يا مزه. يا اخي يا اخي احترم نفسك، الاشكال الزباله اللي انت بتجيبها العماره دي، العماره دي طول عمرها عماره نظيفه. صباح الخير. اهلا، صباح النور. اهلا وسهلا فارس السعيد، انا كويس الحمد لله، منوره العماره عندنا. ميرسي. اوكي المره دي ماشي. والله انتوا بتتخانقوا بقى ولا ايه؟ الاستاذ التخين عايز ينزل بالاسانسير دور واحد. يا تخين هو بصراحه بقى عنده حق، وانا كمان رجلي بتوجعني يعني. حتى شوف انزل معاه. حقيقي شفت مش مساله دور واحد. اتفضلي سامة سوسة، اتفضلي. فوادي الاسانسير جه اهو. لا ازاي بقى، اتفضلي العفو. العمارة ضيقة، العمارات القديمة كلها يعني واسعة قوي، مضايقين الأسانسير عليها. أهلا أهلا وسهلا. مبسوطة حضرتك في العمارة؟ قوي. طيب الحمد لله. الحمد لله، وإن شاء الله ناوية تيجي تاني تشرفينا؟ إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله دايما عامل كده. أهلا وسهلا. إحنا هنفضل واقفين كده كتير؟ ممكن ندخل جوه لو تحبي. إيه لا لا، إحنا في الأسانسير. ايه ده، ننزل يعني؟ طبعا هننزل، هيجي وقت وننزل ان شاء الله. طيب بس ممكن بعد اذنك الزرار بس. انهي زرار؟ لا انا اقصد الزرار بندوس عليه في النازلين تحت. علشان اطول بس. بعد اذنك. انا اسف. فين الارضي؟ ده بتاع الانذار. كويس برضه عشان لو احتجناه. استني بس، هم لغوا الارضي ولا ايه؟ فين الارضي؟ اتفضلي. مرسي على الوقت الظريف، مرسي جدا، اتفضلي، مع السلامة. الفول يا أستاذ مادي، فول. يا صبري، أنت شايفني مستعجل يا أخي وعندي اجتماع. إيه؟ ده بزيت الحر؟ ايوه، وليمون. بس اكيد تحط يعني، حطيت كمون؟ ما حطيتش كمون. هو ده اللي على الوش ده، كمون؟ ايوه هو ده. وبصل وطماطم وبتنجان مخلل؟ طبعا. وايه ده، خمس رغيف؟ انت بتستهبل ليه؟ روح هات خمس كمان بسرعه بسرعه. طيب على طول، مأخرني كده شكلك، عندي اجتماع مستعجل. مستر جون بارك، المدير الاقليمي لشركه والت ديزني في الشرق الاوسط، هنا في اجتماعه السنوي، يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. أنت متأكد؟ فضل. دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. إحنا ممكن نجوز ميكي لميمي. أنت بترجم بإيه؟ اسكت. تقلقش حضرتك، ما تقلقش، ما احنا هنجيبها بالتدريج يعني. الاول نبتديها قرايه فتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا، واخبار حضرتك، وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح، وهالناس برضو تفرح، لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش. فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله، في فرح دي شخصيات كرتونيه، هنجوزهم ازاي بس؟ طب وايه المشكله؟ مجدي ارجوك بطل فتي وفزلكه. فيها ايه يعني؟ اقعد. اتفضل يا اشرف. انا شايف ان احنا ممكن نزود البيع لو زودنا منافذ التوزيع في الصعيد والاماكن البعيده. يا ولد فعلا، لان القرايه عندهم لسه ليها قيمتها، لانهم ما عندهمش الكمبيوتر جيمز والتكنولوجيا الحديثه اللي عندنا. كويس، انا قلت حاجه حلوه. فعلا الكمبيوتر جيمز مؤثره جدا، ده انا حتى جوزي ما بقاش ينام طول الليل في السرير، وبقى يلعب بلاي ستيشن. هي وجهه نظر برضه، بس عارف حضرتك بتفزلك. حمير كتكونيلة بقى هايم. انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله، الحمد لله انه ما بيعرفش عربي. اسهول سان اوف بيتش والكليو سان اوف بيتش. صحيح، ده اللي هيودينا في داهيه. انا كمان عندي فكره تانية، انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا دبل. Actually this is a very good idea.
اتسرع. والله يا اشرف انا افكاري دي لحد مقدرها. يا ابني انا قلت لك قبل كده انك موهوب. روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها. يا عم اقعد على جنب، اقعد على جنب، وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله انت راخ. فكرتني، ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها. سوري يا اشرف بعد اذنك. ولا يهز. الو، ايوه يا داليا يا دبوس، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش اصل انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله صحيح يا بت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصه نحله؟ ها زكاش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقوله كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو، ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب. يا دودو. الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه. او حاسبيه يا حبيبتي، حاسبيه حاسبيه. بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم. ماشي معاهم؟ ماشي معاهم يا بيه. ده انا صبري بواب، صبري بواب، صبر. انت مش شايفني؟ يلا باي باي. باي دود وباي دالي. معكش اخضر؟ ها مش عارف، مش عارف الاخضر راح فين. كان معايا اخضر هنا. لا مندي. واحد بلا غد. اثنين. مدي. ثلاثة. ايه عايز ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ خمسة. واحدة كده، واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة. واحدة مين يا عم؟ يا سيدي واحدة بروش معاها. عايز ايه بس يا اشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها ايه؟ اسمها داليا. داليا داليا مسمار، داليا مفك، داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟ دبوس؟ انت اكيد تعرفها على فكرة. دي صاحبة ريهام مراتك. بقولك يا مجدي ما تصيعش، على فكرة انا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ. عليا انا الشويتين دول. شفت عامل ازاي؟ ايه؟ شفت شعرها وعينيها والدب فيها رصاصة ولبقها وشفايفها وسطها والرجلين بقى تحت العم زي دبوس الفرخه. اديني موبايلها والنبي يا اشرف، اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش حد، مش بكلم حد والله. ده البواب، ده صاحب البواب. اديني موبايلها عشان خاطر. يا لا انا اللي محتاجها، انا اللي محتاجها. انا عايز واحده تلبس لي قميص نوم، مش بدله كاراتيه وحزام اسود. والله الحقيقه كلنا محتاجين كده. لا لا بس برضو برضو يا اشرف برضو ما ينفعش. انت صاحبي وريم صاحبتي، انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه. يا نهار اسود شمت. وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. مع المديرين الكبار بتوعي. اعدي اجيب الشغاله وانا جاي؟ حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول؟ حاضر يا بابا. واجيب بيض؟ لا طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده. تجيب كلاب النادي. ازيك يا ممدوح؟ ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي انتي. لم نفسك احسن لك. بقول لك ايه؟ انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لم الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حاجتها عليه. طب وقرصه الرقبه؟ يا ستي ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه؟ دنيء. ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس، عايز اعرف حاجه واحده. فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي. فين فساتينك؟ شحتيها؟
وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي اي حاجه تانية، ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. نامي. هاي، انت عارفها؟ اه صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره، معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره. لا والله يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. ايوه تعالي. ايه دي طويله؟ اه هاي يا ريت تعرفها فعلا. مجدي. هاي. اهلا. هاي ناني. اهلا وسهلا. إيه، انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي اوكي، ما تاخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحده من صاحباتي. جاي، اتفضلي اتفضلي. ايه ده يا بنت؟ اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على فكره. الله، ما قلتش. ما قلتش ايه يا ناني؟ اه هقول حاضر حاضر، اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف، ما قلتش. عارف هقول والله العظيم، ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويا ناني وكله حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ يا لا، انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عماله افكره من الصبح. طب كويس. بص، مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طايقت قوي، ربنا يخليهم لك. ماتوا، ربنا يرحمهم، في حادثه طيارة. يا ساتر. بس سبحان الله، برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه، ف يعني. وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش. انت؟ انا ايه، عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور. دكتور نفساني. يا ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟ في ايه؟ انت مين اللي قالك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. نفس ما بقتش بترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله، حاجة تعرف خلاص يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه؟ خد صدر يا اخي، خد. حاضر حاضر حاضر. خد. حاضر خلاص، خدت واحدة، خدت واحدة. ايه دي يا نيني؟ فين الولاعة؟ انا اسف انا اسف. ايه دي كلام؟ ايه دي يا نيني؟ ايه دي ايه دي ايه دي؟ ابوس ايه؟ انا اسف، انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. ايه دي ايه دي؟ لا 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 لا. ايه دي؟ انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. بس اطمن، انا كأنثى معليش اي تلافات، جاهزه للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام تمام تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم، يعني انا مش تمام بصراحه. انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل؟ لسه بدري عليها شويه، في اول قعده يعني. انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو، انا يعني سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. اه بصي، البوس يعني تخصيب، ومن ناحيه والتزاوج. وانسه ناني اعذريني، انا يا لهوي، ده الساعه لازم امشي، معلش انا اسف، بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اوعدهم بقى. لا 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 يا ريهام، لا 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 يا ريهام، اوعد اقول يومك انت ايه يا ريهام. يا بوندو انت، انا مش تفتح. بجيب الكوره يا اخي. تخين. طيب هجوم. انا بائس، انا حزين، انا متضايق، مش عارف اعمل ايه. جننتني جننتني جننتني. انا خايف اسمع كلام غاده ما تطلعش بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أيوه كده. سامي، أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك، أنت خنقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي، طول ما أمك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده، حياتك هتخرب. طب أسمع كلام أمي بس. ولا أمك يا سامي كمان، الله، أمك والدتك خلاص يا حبيبي، أنت عايز منها إيه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الإيكو بتاعك ده. ما تطفشهاش بقى. وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟
وحش. فين غادة دلوقتي؟ بس بقى بس 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 يا سام على طول محسسني ان انا كده مع اتنين تلاتة. طب بقول لك ايه، انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شويه احسن برضه. وانا كمان بقول لك ايه، انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى عليته زياده خلاص. شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي. لا يا خالو انا جاي اهو، جاي اهو يا خالو. وحشتني يا عجل. وانت كمان يا فرس النهر. طب انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟ بس عشان لابس جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ ايه ده مين ده؟ عمو مين؟ متقلقش، ده واحد صاحبي، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام يا سامي. سلام سلام سلام. يا سامي سلام سلام سلام. كتير ايه العيش ده؟ وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح، فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم. شكرا. خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين، الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده. يشوفك يا خالو يقول يعني جايب لي ايراد مزارع دينا. ده حيالله شجرتين كاكا يعني. دولة مش نافعينك؟ نافعني نافعني. خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايه الشكل اللي انت فيها دي؟ ابدا، اصل رايح حفله تقبيل بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو، انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها. لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز، كأني افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح، في فرحك كريز. هتحلي كمان. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الأستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا يا خالو. ما هو انا اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحدة خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجات يا خالو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا، لكن ما همهمش غير الراجل السنباتي، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانيه في الراجل. انا نفسي في واحده يا خالو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خالو انا خالو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اتعشيت، بس ممكن يعني انا معاك يعني. هنحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي انت قلت انك اتعشيت، ما تدوس في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي كان على خفيف اوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيتصوروا في الصوره، يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلين دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سبق ورواق باللحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس. والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه بص الصوره دي. ايوه ده حماده السفروت. ايوه اسمه اصلا حماده الاسيوط، بس احنا كنا مسمينه حماده السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسه، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما دي عيد ميلاد ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق خالو. دينا دي الوحيدة اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفية. انت ما حكيتيش على حاجة زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. ان انا خالو اليومين الخرايا احسن اللانش لزق في بقي جامد قوي. ليك حق، انا كمان الجبنة الرومي حاجة صعبة. شكرا خالو. تصدق بقى خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاعت دينا دي لحد النهاردة. ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. نقول لي فرد الجبنه الرومي ده. وانت ايه ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. انا مالك يا خالو؟ كان بودي اوصلك. لا خلاص. خد بالك وانت ماشي يا خالي. حاضر حبيبي، حاضر حبيبي. Thank you.
مجدي، انا مسافره مع بابا وماما ومش عارفه فين. هتوحشني قوي وهفتكرك دايما وانت ماشي جنب باص المدرسه وانا برمي لك الجوابات. مش هنساك ابدا، وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دينا. مش هنساكي. دينا بكر الزهيري. هاي دينا، انا مجدي مكاوي زميلك في المدرسه. لا ردي، انا مش فاضي. هما 3 دقايق، لو ما رديتيش بشكر. رد على جنب، اقف على جنبي اساسين. ايوه يا بابا، الشغال حاولت تنتحر ولسه عايشه. يخرب بيت الشغال اللي كان مجدي. ربنا كبير. لا مجدي مستعجل على ايه؟ راح. ابعت لي صورتك بسرعه، هموت واشوف شكلك. اولها كده، ابعتي انت صورتك. لا يا عم، انا بطلع في الصور زباله، ابعت انت. ومين سمعك؟ انا كمان بطلع ازبل منك. ها ها ها، بلاش صور، ابعت لي رقمك. رقمي كده على طول كده 010 انتر. ايه ما اتكلمتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ هي من اولها هتتقل كده. ايه ده، نظام ده على الفيسبوك جديد ولا ايه؟ فيسبوك ليه يا عم؟ تشوفني اهبل يعني ولا تافه؟ ليك في حالك بس. قولي بقى، عشان عايزه اتخيلك شكلك عامل ازاي. بص يا ستي، انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن، اوكي؟ وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني، يعني ممكن ابقى وردي شويه. اما بالنسبه للطول بقى، انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعناية سودة. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شويه.
يا دينا، يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا برج النهاء. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا معلمه. الديناصورات وصلت. اهلا اهلا من بعواد. اتفضلوا اجري. يا خلي من المطبخ بسرعه، خليه يزود من عينيا. يا معلمه اجري بسرعه. اجيب طعمين كمان؟ خليهم اربعه نشرح. هوا عندك اربعه حلواني؟ والله يا خالي ما عندكش فكره دينا دي طلعت لذيذه قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه. هي ابني انها بتطلع في الصور زباله. يا رب تصدق، بس ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. انا دي حصلت كتير قوي. مش ايه الخلو ده؟ انت خلصت الكبده كلها؟ يا ابني هات له كبده. خلصت يا باشا. ما خدتش كبده. ما خدتش كبده. أربع كلمات. تاني واحده. تالت واحده. تالت واحده. فيهم الف ولام؟ في ان من في حاجه اسمها ان. ايه يا عم؟ اه معلش مش هتكلم. مش هتكلم. ماشي. ست موزه. ليله القبض على خالتي. تاني خالتك؟ ايوه يا بابا. انا في ميتنج دلوقتي يا بابا. بص لسه هجاوبك. ايه اروح اعزي كل الشغاله يعني بيتخانقوا في السن بالله؟ وين يا بابا؟ كيف انت هتخلص زوجتك؟ هو ده الكلام. قصدك ايه؟ حاضر يا بابا. بتضحك على ايه؟ على فكره احنا لسه فيها. انت ممكن بقى تفضى بقى لمامتك وخالتك. ايه يا جماعه؟ الله على طول كده. ده فيلم يعني؟ هتخانقوا عشان فيلم؟ هاي جايز واتس اب. يوقفكم يا جماعه. يا مش محتاجين نتعرف. وهل يخفق قمر؟ طبعا حسن. ده ما ورايش سيره غير حسن. جه حسن. ازيك يا حسن؟ حسن. حسن ايه؟ ميكس يو مين مدحت؟ مش ده حسن بتاع الفيسبوك؟ نو ذس از مدحت بتاع تويتر. انت مش قلت لي انك فاضيه؟ يس هاني يا حسن، ده لسه خيال اون فيسبوك. انسحاب يا كوتش. كده ايه ميكس؟ انت ما قلتليش اعمل ايه. حرام عليك بقى. مش تظبطي معايا قبل ما تجيبي مدحت؟ ويت مدب مدب مدام. اخرس اخرس بقى. لو كانت قالت لي كنت ظبطت الدنيا. عايز اسمكم مجدي. عندي ليك مفاجاه فظيعه. انا جايه مصر. بتهزري؟ والله جايه كمان يومين، ولازم انت تبقى اول حاجه اشوفها لما اجي. اول حاجه؟ اول حاجه مش تاني حاجه او تالت حاجه؟ ايوه طبعا اول حاجه. يانا يانا يا تعبني يانا تعبني يا من بيسيب الباب كده. يا مجدي. ايه ده خالي؟ مجدي ما تظلمنيش يا خالي. ولابس كرسي؟ اصل خلو النهارده انا لابس كرسي عشان يعني كنت عايز ابان ارفع شويه. اصل يا خلو النهارده دينا جايه من السفر، فانت كنت عايز يعني ابان، انت فاهم بقى خالي الحاجات دي. بلاش كلام فارغ. اللي تحبك تحبك علشان جوهرك، عشان مضمونك. مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. بس خلاص خلاص خلاص، عشان عارف الكلمه الجايه هتبقى ايه. اقلع اقلع. حاضر اهو. على فكره انت لا ناقص ايد ولا رجل، ولو بصيت حواليك هتلاقي عبقر كتير تخان، امثال صلاح جاهين وانا وكامل الشناوي وغيرنا وغيرنا. طيب بقولك ايه، تفتكر يا خالو يعني المره دي في امل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. الله، امال عمال تقول لي صلاح جاهين وكامل وانا، امال ايه ده كل الكلام اللي انت قلته ده؟ يلا بس عشان هتجيب لي ديسك. اصبر. ايه ده؟ بس والله يا خالو عارف انا حاسس في امل، حاسس بخير كده يعني. اصل يعني برضه تقدر تقول لي اشمعنى يعني بعد ما اتكلمنا في التليفون وكده فجأة قررت تغير وتيجي تعمل الماجستير في مصر؟ تمحيك قوي يعني. طيب عارف ايه كده؟ انت حبيتها ولا؟ قوي يا خالو.
اسمع بقى حته التأبين دي. تأبين؟ تأبين ايه يا خلو في الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده؟ يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متعكنن، انا متحصر، جاي بعزي بنتك سامية يا احسن واحدة بتعمل بامية. مين في المكتب مش متأثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. الله يرحم، الله يرحم. طب يا خالو انا لازم امشي بقى عشان الحق الطيارة، انا اتأخرت قوي. طيب ما نطقش لنا 20 بيضة كده. لا لا لا، بقولك متأخر، مش هينفع يا خالو. عموما انا هطقش 20 بيضة. ماشي ماشي، انا امشي. اومليت ولا عيون؟ لا اعملهم عيون. طب خليهم 40 وحط لنا بلوبيف. اكل وانزل بقى، مطار بعيد برضو. ابو نواف اجي؟ اجي؟ ابو نواف مين؟ جاي من دبي. انت مستنيه حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجي يعني ابو نواف؟ ما اعرفش والله اجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ هيخرج من هنا. تلاقيش مجدي. يا رب انا قلت مكعبيله. بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي؟ ازيك؟ تمام الحمد لله، كويس الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، انا ما كنتش اتخيل ان انت تاخد خاوي بالشكل ده بصراحه. ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعه كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مفيش دينا خالص، اصل دينا شنطها اتاخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي خدي خدي، تعالي هنا. هاي اوزع انت. امال انت مين؟ انا رباب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وبورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده كده، مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي، حكي بحاجه بس. هاي، امال مجدي فين؟ دينا صح؟ دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجه؟ لا لا، بعد الشر. هو كويس كويس، بس يعني اضطر يسافر على فجاه. سافر؟ جات له حاجه على غفله فسافر على فجاه. على فجاه. يوه. ايه ده؟ اطمني اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي، انا مش مجدي. ما انا عارفه اسمك ايه يعني. عادي. بس هكلم مجدي بقى عشان افهم في ايه. دلوقتي هكلمني دلوقتي؟ ايوه حالا؟ ايوه. لا لا لا، ثانيه ثانيه ثانيه، اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه. انا هتكلم، انا مالي. طيب ثانيه واحده، روح اتكلم دلوقتي. ابو نواف اجي؟ ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو جوز. ايه ابو ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الو. ايه يا مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفرية مفاجأة كده تبع الشغل. طيارة الدوحة، آخر نداء لطيارة الدوحة. ها؟ ها؟ لا مفيش، هو يعني طيارة الدوحة يوم يومين. آخر نداء لطيارة الدوحة. ها؟ آخر نداء لطيارة الدوحة. ها يا دينا، ها كنت بتقول يا عم هو طالع الدوحة؟ يا عم أنا مش عارف، قوم أنا. إيه الصوت ده؟ هو أنت في المطار؟ الدوحة؟ أيوه أنا في المطار أهو. الدوحة؟ أيوه بخدم الباسبورات. بخدم الباسبورات وداخل على الطياره. طب بقول لك ايه؟ سلام دلوقتي، سلام يا اخي. دوحه؟ وانا لو يعني هروح الدوحه هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحه. الدوحه؟ انا اسف جدا اتاخرت، بس الحمام كان زحمه قوي. ولا يهمك. كلمتي مجدي؟ كلمته. رد عليكي؟ رد طبعا. قال لي استنيني استنيني، لسه قدامي كتير على الطياره، بس قلت له مش قادره، عايزه انام هموت. دوحة. طيارة الدوحة. أيوة دينا جاية.
معلش ثانية واحدة، العربية دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي؟ هتكفي الشنط طبعا. ثانية واحدة بس، صدقني مش هتكفي، انا شنطي كتير قوي يا ستي. ولا يهمك هتكفي، بس اصبري. طب ليه بس؟ اهم حاجة في حاجة تتكسر معاكي مثلا، طقم كاسات، طقم جيلي بتاع. بص هقول لك حاجة، انا هاخد تاكسي وانت تعالى ورايا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تاكسي ازاي بتقولي ده؟ عيب عيب. ازاي معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. انا عارفه انا بقول لك ايه. والله هيكفوا بس مش بس. طب هقول لك حاجه، ها دي دقيقه واحده بس يا ستي، وده مستحيل يحصل. لو لقيتي الشنط ما كفتش، ها ابقي خدي تاكسي، مستحيل يحصل، فرصه بس. الو، ايوه يا ميجو. دينا ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام، انا في التاكسي اهو طالعه على بيت عمتي. بقول لك ايه يا ميجو، ايه الهلهطه اللي انت بعتولي ده؟ هلهطه ليه؟ ليه ليه بتقولي كده؟ انت مش فاهم، ده مسخره. ما شفتوش هو مزنوق جوه عربيته وشنطي ماليه العربيه شكله تحفه؟ ده يعني كذات الراجل ان هو بيخدمك تقومي تقولي عليه هلهطه؟ وانت محموق له كده ليه يا مجدي؟ محموق له علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دينا. انا اسفه قوي والله، ما اقصدش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا. انا ما اقصدش حاجه والله. كيوت؟ طيب طب دينا سلام دلوقتي، علشان انا بس بخلص الحاجات اللي في المطار وكده. باي باي مجدي. الو الو، كمان كيوت. سلامة يا ست هانم. الله يسلمك، خد منه الشنط لو سمحت. أوامرك يا ست هانم. ميرسي يا جميل، تعبتك معايا. باي باي. جميل كاتك القرف، حلاوتك. ايدك معايا يا اسطى. اسطى يخفى عليك يا دينا، سنة بحالها ما تسأليش على عمتك. والله وحشتيني قوي يا عمته، معلش الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليا شوية. الله يرحمك يا بكر يا اخويا. الله يرحمه يا رب. فعلا يا عمته، من يوم ما بابا مات وانا حاسة بالغربة، ده غير كمان ان ماما هتتجوز. بصي بقى، سفر مفيش بقى، انت تيجي تقعدي معايا، البيت واسعه، حتى لما تتجوزي تجيبي خطيبك الغلس ده وتيجي تقعدوا معايا. خلاص فسخت خطوبتي. والله احسن يا شيخه، ده كان غلس، كان رخم قوي، ده كان عليه قفا، كنت ببقى نفسي امسكه اسكعه على قفا كده من كتر غطته. يا ساتر، ولا امه. ايوه ولا امه. خلاص بقى يا عمتي اروح الحلم. قولي لي بقى، مفيش حاجه جديده؟ شكلها كده هيبقى فيه، بس ادعي لي والنبي يا رب. بقول لك ايه يا دينا، انا هقوم احضر الاكل، ده انا عامله لك شويه ملوخيه من صنع ايديا تاكلي صوابعك وراها. الله يرحمك يا بابا. مجدي كده، نادي مجدي، وادي عادل. عادل اهو. الو. هاي دينا، مساء الخير، انا عادل ابن عم مجدي. هاي عادل، ازيك؟ في حاجه؟ الحقيقه كان مجدي كان كلمني وقال لي ابقى اكلم دينا وسيب لها نمرتك علشان لو عايزت اي حاجه، فنمرتي هي دي اللي ظهرت عندك. طيب اوكي، اول ما اقفل معاك هسجله على طول. بس مش ممكن يا عادل، انتوا ازاي صوتكم زي بعض كده؟ ما اصل احنا العيله كده عندنا، صوتهم كلهم شبه بعض. عيله متماسكه بقى جدا. حتى خدي ده بابا عايز يسلم عليكي، خدي معاكي اهو. بابا. يا دينا حبيبتي ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا انكل. خلينا نبقى نشوفك بقى. ان شاء الله يا انكل. لا يا حبيبتي، انا مش انكل، انا طنط مامت عادل. انكل اداني السماعه. زي حضرتك يا طنط. الحمد لله. هاتي بقى يا ماما، بقى يا ماما هاتي السماعه بقى يا ماما. يوه. شفتي يا دينا صوتنا مش ممكن. شفتي؟ مش ممكن يا عادل، حتى مامتكم صوتها زيكو. ايوه هي اصلها قلوده قوي. طيب اوكي، عموما لو عوزت حاجه هبقى اكلم مجدي. ميرسي. باي باي. باي باي. مجدي برضو؟ أمال أنا شاري التليفون ده ليه؟ في إيه؟ أشرف اتجوز عليا؟
اتس انيميتد. جايب لي عريس صح؟ شكله ايه؟ شكله ايه؟ يا جماعه انا بحب. بتحب؟ بتهرب؟ مش مصدقه. كذاب. مين ها؟ نعرفها؟ هقول لكم بس توعدوني ان كل اللي هقوله ده ما يطلعش بره. انتوا كل اسراركم معايا ها؟ عشان الرجاله لسانهم طويل. مين بقى اقول؟ ناني صح؟ ناني ايه؟ دي واحده كده كانت معايا من ايام المدرسه وبعدين لقينا بعض على الفيسبوك. يا نمس ميرسي. كل ده مخبي علينا؟ لا واحنا قاعدين ندلدق كله اول باول معاك عشان هوبل. بس انا يا جماعه انا واضح ان انا هبقى اهبل زيكم. يا جماعه انا واقع في مشكله كبيره قوي. انا كذبت عليها وما قلتلهاش ان انا مجدي. اضطريت اقول لها ان انا عادل ابن عمي. هو انت ليك ابن عم؟ لا بس اضطريت اقول لها ان انا عادل ابن عمي ده علشان يعني خفت انها لو شافتني كمجدي يعني مليان شويه وكده تطفش. انا حاولت امنع نفسي وما اشوفهاش بس لقيت نفسي مش قادر يعني مش قادر ما اشوفهاش كمجدي ها ولا عارف اقرب منك عادل. حد فاهم حاجه؟ لا انتوا ايه اللي جابكم؟ يا جماعه ركزوا معايا بقى زي ما بركز معاكم. ابوس ايديكم. انسوا عادل وانسوا مجدي ها. سؤال ورد غطاء. هل هي ممكن تحبني ها؟ انكمتها حتى هي مش حلوه صح؟ خلاصي دي زي القمر. قولي لي اعمل ايه؟ اعمل ايه ده كلها يومين ومجدي راجع من دبي. ايه ده انت في دبي؟ طب ممكن اقولك على حاجات تجيبها لي معاك سيلفو بليز؟ ماي سيمانستي ستوبيد. مش يا جماعه تفتكروا في امل؟ يا حبيبي اي حد عنده امل ولو حتى 1% وانت كمجدي عندك الفرصه دي. ازاي تبطل اكل وتخس 0%؟ اقعد 10 سنين انا عشان اخس؟ وبعدين ايه العذاب ده؟ لا في حل تاني. انا شايفه ان فرصتك كعادل اكتر بكتير قوي من فرصتك كمجدي. ازاي؟ انت عارف اصل لو شافتك كمجدي هتعرف انت كدبت عليها ودي اكتر حاجه ممكن تخوف اي بنت بالذات في اول العلاقه. طب اعمل ايه؟ دي مستنيه مجدي يرجع من دبي كمان كام يوم. يا سيدي سافر تاني الطياره ولعت بيه اي حاجه. بعد الشاي عليك يا مقلوزه. بس بقى يا مي انا متضايق. تعالوا ممكن انتوا كبنات يعني انتوا تبقوا عارفين المفاتيح ها المفاتيح بتاعتكم يعني قولوا لي انا كراجل يعني اعمل ايه كده ها عشان تحبني كعادل. البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها يبقى سندها. شطارة الراجل بقى انه يخليها من غير ما تفكر اول ما تحتاج لحاجه يبقى هو اول واحد يجي في بالها. وعشان ده يحصل راقبها من بعيد ومن غير ما تحس عشان لما تحتاجك تلاقيك جنبها. حس بيا حس بيك ربنا جعان ما فطرتش. خد استنى. احساسك اللي بالك يا كل سنه طيب رمضان بكره ايوه انت متاكد؟ ايوه متاكد. شافوا العيال؟ ايوه شافوه. الا من شويه. انت يا خرابي في ايه؟ في ايه؟ انت شويه بكره ايوه. ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك ايوه بسرعه. ايوه بسرعه طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه ايوه انا هصحر لوحدي. طلع خد. تاني انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه شفت نسيت بسطرمه. لا تعال اطلع معايا انا ناسي حاجات كتير. تعال مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ في انا سوسته بس برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. انت بس صبر اسكت. انت ليه يا تخين دي؟ فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه؟ تتحشان الشهر الجاي ده كله ها بالعيد كمان. خلاص 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 امشي يا اخي. ايوه عرفت اهلا وسهلا. ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك
طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي فين بيدقيق في بيضه هيك انزيم حظي. النبي اوعى تنسى. سلام 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 يا ربيع. المعيد خلصت لازم اي خدمه؟ شكرا 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 يا صبري شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداه ما كلتش رز ما كلتش رز. كله بكره ماشي. ايه يا اخي يا اخي ايه؟ قعدت تلفلف تلفلف معايا. معلش معلش معلش. ايه؟ خلاص يا صبري امشي امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حتى اللي في بقي ده هتفه ولا لا؟ كان لسه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت وانا لحقت. شو كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى كل رمضان انسى. صبرني حتى اليوم على خير. ده مين السخيف ده؟ الله كويس ما كنتش نمت. ايه ده؟ دينا دينا كلمني كعادل. اه كعادل. الو دينا. ايه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متأخر. لا لا خالص أنا سهران وصايم وكل حاجة. أصل في واحدة قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربية عشان نحضر الدفنة. أنا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. أنتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا إيه عادل؟ الدفنة في الشرقية. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ أكيد لأ، هي من الشرقية فلازم تدفن هناك. هتعمل إيه؟ هتودينا ولا إيه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها. أول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. انا كان ايه اللي خلاني ارد؟ عمر اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه اهو خلاص اتفضلت اتفضلت. عمر برضه بس كده خلاص. حضرتك ظبطت كده؟ اتفضلت اتفضلت. معلش اتفضلت. اتفضل حبيبتي. في حياتك حياتك الباقيه يا اخويا حياتك الباقيه. بقى لله بقى لله. اتفضلي اتفضلي يا ماما اتفضلي. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده. ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده اصل هي كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها فندم. يعني ماتت في رمضان في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 زين اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس. هو مش الشرقيه دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل بيها ريق بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه شويه شوكولاتات على شوية شيبسيهات على حاجة ساقعة على شوية عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط. بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر. بس بسرعة والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجودة. طب اكلمها تبقى. سلام سلام. خدي خدي يا دينا خدي خدي. جبت حاجات لينا كلنا رخصة لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجة افتحي لي حاجة اشربها بسرعة وحاجة كلها يلا. ايه ده؟ صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ كرم ابن أخت المرحومة. أهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم. هتفطر برضو؟ أفطر إيه؟ وإحنا مسافرين بجمل
ده الشرقية هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد يا ماما. أنا فترة أكل بس لقمة كده عشان معادي الدواء. اتفضل يا أخي. يا حبيبتي يا غالية. في عند حضرتك برضو آيس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده أنا بحبه قوي. أهو. شوكولاتة. خد الشريط ده شغله لنا مجنون فضل. شريط؟ وده وقت بغنى ورأس وإحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغال لنا فضيلة الشيخ، خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيلة الشيخ معلش أنا ما خدتش بالي، أنا آسف أنا آسف. الموت الموت رايحتنا رايحتنا وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويل يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش أنا، هي اللي فطرت. الثعبان الأقرع هيفطفط عظمك. ملائكة العذاب يا بول الظلام وحدك تحت يا ابن آدم. أخرك متر في متر ونص في أربعة متر ونص. ما قالش كده الشيخ، بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ أيوة، ده عليه حلاوة صوت تمس القلوب. قلوب إيه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا. وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. أيوة صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين أنت تفهم إيه عن الدين؟ مثلا تفضلت الشيخ البهتاني. لا معلش، أنا درست فقه في الخارج وعارف أنا بقول إيه كويس جدا، وجادلهم بالتي هي أحسن. لا ده أنت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم، لحسن هقول لهم أنت كنت بتعمل إيه وأنت صغير. خلاص خلاص يا حاجة ارحميني. أهو عشان خاطر الحاجة بس. يا شيخ أنت كنت بتعمل إيه وأنت صغير؟ مش هقول يا اختي. روح يا اخي. هتقوم تعرف تسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روح انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق جنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حبيبتي. حبيبتي يا غاليه. على مهلك يا ماما. على مهلك. سلام يا غالي. اتفضلي. السلام عليكم. على مهلك. على مهلك. على مهلك. على مهلك. حبيبتي يا غاليه. اه يا بطني. اه يا بطني. بطني. كذا الكيس كله. يلا يا بطني. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله. بخال الله. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النعش طاير. طاير؟ ايوه طاير. المرحومة تهلوي الى الجنة. هم خلينا نكسب ثواب حملها. حملها؟ ايه ده؟ هي المرحومة كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ده المغرب. مغرب يا أخي ما تعصبنيش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم كلكم تولعوا في جهنم. يا رب تولعوا المرحوم المرحومة تولع. عادل معلش انا اخبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله، وبالعكس انا كان نفسي اجي الطرب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيو بقى في مصر ان شاء الله. مرسي جميل. باي باي. ايه الالف جميل جميل برضو. انا كمالي انا كمالي ومال الشرقيه ومال المرحومه وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حكرم؟ انت ما رحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم روح معاهم روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد بمضايق والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك لا يمكن. ماشي حكرم. احنا انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. أشرار
كل سنة وانت طيب يا حبيبي. يا حبيبي يا خالو. حاجة تقيلة أوي. طبعا أنت فطرت من غيري يا نجم. لا لا لسه. حقيقي حقيقي الخال والد. أنا ما هنش عليا أنت تفطر أول يوم في رمضان لوحدك. قلت أجي أفطر معاك. احنا مالناش غير بعض يا ابني. حبيبي يا خالو دي صينية إيه دي ها؟ دي لا دي بطاطس بالفراخ. ما قلتليش عملت ايه مع البنت؟ ما قلتلهاش بقى ان انا مجدي عشان ما تطفش يا خالو. امسك انا اروح ايه اغسل وادفن ويجي الاستاذ مجدي يخش الجنه على الجاهز. خالو انت نسيت تقفل الباب. قوم اقفله. ما يتحرق الباب ان شاء الله. ما اتقفل ولا اتفتح. قوم بقى اقفله. تعبان بدل ما تدخل. انا تعبان ده لسان سنين لما اتقطع قلبي. الله. طب ما انا جبت الباي يا خالو والشوكولا معايا. طب ده كان معقول كده عدلت انا. سيبني في حالي بس. خلاص خلاص خليها 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 ما تضطرش حتى تفتحه وانت نازل. الو عادل انا في التجمع الخامس. ممكن تيجي توصلني لاكتوبر؟ اوكي دينا حاضر ماشي. عادل ممكن تيجي معايا دلوقتي نجدد كارنيهات النادي؟ الو عادل عادل الرقم الذي طلبته صائم برجاء الاتصال بعد الافطار او بعد العيد. ايه بعد العيد؟ عادل معلش يا عادل ده اخر محل انا تعبتك معايا وانت صايم. لا تمام انا لا جعان ولا عطشان. بعدين ده انا خدوم جدا جدا. انت طيب قوي يا عادل. انت عارف اللي زيك خلصوا من زمان وكمان خلصوا من زمان. فين اللي ايه بتدوري على ايه؟ بس قولي له انا ساعدك. مقاساتك اهي. مقاساتي؟ ايه رأيك في ده؟ ده ايه ده عشان ايه؟ عشانك. ليه انا؟ هيبقى تحفة عليك. مرسي جدا يا دينا. العفو يا عادل. على ايه؟ قولي بقى انت خمسة اكس ولا ستة؟ حاجات وحاجات. طب خد قيس ده على ما اجيلك. خمسة ولا ستة؟ طب ايه؟ مش هتجيبي بنطلون؟ حلو شكله كبير. ايه رايك في دي المجدي؟ عاديه زي دي. حلوه قوي. خد بقى اديها له لما يرجع. سمول سمول سمول. بقى دي ليا ودي المجدي. ماشي ماشي يا دينا. نورتنا. ربنا يخليك يا طنط. والله ما كان لي لازمه كل التعب ده. ما كفايه انت تعبت معانا يوم الدفنه. جدا. دينا لو سمحتي. ايوه. هو جاب لك حاجه؟ هو ايه اللي هناك ده؟ بتنجان. ممكن انا ما خدتش بالي. هي مش دي التيشيرت اللي انا جبتها لمجدي؟ صح مش كده؟ وانا عمال اقول واقول واقول فعلا انا شكيت والله عشان لسه ماسكه من هنا شويه. مش مشكله هبقى اغسلها واديها لك. ميرسي ميرسي. الله ده بتنجان مخلل. كان ما كنتش شايفه من عندي كده افتكرته بلح. والله بس عارفه يا عارفه يا طن. اي واضح ان انت نسيتي تفرمي التوم كويس. والله بس معلش معلش. والمكرونه البشاميل دي كمان مالها رخم. ليه بيحطي بالطين على الوش؟ مش بيضه واحده. ليه حاطه بيضه ايه مش عاجبك؟ لا لا بس كانت هتبقى احلى بالبيضتين. عشان كده اكلت نصها بس. معلش عملته بالهنا والشفا. الله يهنيك. ورق العنب. عايز ورق عنب اجيب لك؟ لا لا ده انا هقول على عيب فيه برضه. اسمع يا ابني انا عايز ما اصلي المغرب لحسن بالشكل ده هتفوتني. ايه هي زعلت ولا ايه؟ خلص المسلسل. هاتي الدالي. هاتي الدالي على ابو ظبي. مين الدالي؟ سعد الدالي. انتوا تعرفوش؟ انا سعد الدالي. انت مين؟ تعرفوش؟ معقوله؟ هاتي لها تشوف. ولا اقول لك استنى. هاتي لها مسلسل فيفي. مسلسل فيفي بتاع كيداهم هتلاقيه على 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 نايل دراما. ولا استني لا استني يا طنط. اتفرجي على مسلسل ماجد المصري على نايل كوميدي. هاتي نايل كوميدي. هاتي ماجد المصري. ايه ده؟ انت هتخلص على مسلسلات مصر كلها؟ حلو قوي السنه دي. دينا
هو هيفضل قاعد لحد امتى؟ الفجر قرب يبدا. عن اذنك يا عادل. عادل من هنا؟ عادل بركي عندي كده. معلش. عشان ما تقطعيش بس، طب بسرعه بسرعه. ما تخسريش عشان ال منور. منور. ربنا يخليك يا طنط، ربنا يخليك. احضر سحور. ربنا يخليك، مش عايزين نتعبك. ولا ممكن يا طنط ممكن شويه محشي من اللي كانوا على الفطار دول؟ لاني بصراحه عديت عليه بسرعه كده ما لحقتش اي استطعمه اهو، حتى بالمره اقول لك ناقصه ايه وكده. اسمع يا جدع انت، انا طبيخي كل الناس بتحكي وتتحكى بيه، ها يقولوا يا سلام على طبيخك يا حجه، يا سلام على نفسك في الاكل يا حجه، ما حدش فيهم يقدر يقول لي نص كلمه، فاهم؟ انت زعلتي ولا ايه؟ انت زعلتي ولا ايه يا طنط؟ وانت مالك انت؟ انا بس كنت عايز افيدك. افتح يا حاج طه، الجرس هيموتني. مساء الخير يا حاج طه. ايه ده زرعت ايه ده؟ مين انا؟ انت مين انت؟ بعد ما لبست النضاره برضه مش عارف انا مين؟ ايه انا مش شمبر بس ولا ايه؟ انا نسيبك بوشكش. بوشكش. وايه اللي في وشك ده؟ انت بتاكل ايه؟ باكل ايه؟ ايه ده؟ انا ده عضيت لساني. لا 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 دي لوكمايه. والله عضت لساني انا. خش. والله عضت لساني. ادخل ادخل ادخل، وقف الباب وراك. مش بقول لك لوكاميه كسرت عندك ايه تاني بس يا حاج؟ لا ده خال العيال بوشكش وصل. اتصرف يا حاج. بس يا ده انت وهو انا. فكروني بيا انا وانت. يا لهوي. ايه ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده اللي في وشي؟ ايه يا ست، ما انت نت هتخضيني زيه. عضيت لساني. لا دي لوكاميه. والله عضيت لساني. والله بقول لك لوكاميه يا عم. قول لها حاجه يا حاج طه بقى. انت شكلك جعان، احضر لك لقمه. لا مش عايز اكل، انا عايز اريح شويه بس. وماله، اعمل لك كوبايه شاي بلبن وطبق كده فيه شويه قرص وشريك. قرص وشريك؟ انا داخل ادفن يا تهاني، انا عايز انام. ما تقول لها حاجه حاج طه بقى. خلاص سيب راحتك. تهاني أجيب لك قرصة يا ست. مش عايز قرص، شيل القرص، عايز بس يعني حتة تلكة كده. لوكمية صح؟ أيوة لوكمية. حضر يا حضر في الحمام. مش على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه ولا 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 تشيله. ابوي يخرب عقلك فيضان. ايه؟ مين؟ خالو؟ ايوه حبيبي خالو. ايه اللي جابك عندنا؟ اهو لقيت نفسي مقصر في حق ولاد اختك يا خال. يعني انت عايز تخلص اللي شقتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من خاله بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، حد يكره انه خاله حبيبه يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يلا بلاش السقفه بتاعت اهلك بقى دي. انت رخم اقوص. انا رخم؟ رخم بوشكاش. بوشكاش يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار. قوم بقى. امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف. شريف شريف شريف. يا نهار ازرق، كومودينو نايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سيح سن رفيع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص خلاص نام. نام ده البلا شبه البطريق، لا منك حيوان ولا منك بتطير. السلسله عني الغندور.
نفس الرسمه. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايز الدخيله؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خليني اجيب الامانات عندك. شكرا. لا اسف جدا اندمجت في التمرين ف نتمشى. والله فكرة هايلة يعني عشان خاطر كمان التمشية حلوة وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوة ولا ايه؟ هي الفورة من كام؟ فورة ايه؟ ده تلعب كوتشينة. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري خلاص ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شوية هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجلة قدامي. في ايه ضربت ليه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين اللي زعلها؟ الحقني شنلني وشلني. الحقني شنلني وشلني التلاتة مع بعض؟ الحقني شنلني وشلني. أنا مش قادر أنفى مش قادر أنفى مش قادر آخد نفسي. أنا نفسي هيتقطع يا هانيا. اه. إيه اللي أنت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني إحنا هنفضل تحت رحمة الست دي لغاية ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف من النوع ده. يا رشدي بيه انا بجري ورا اي خيط يوصلنا للاسطوانه. انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكش اخلص صفقه اللعيب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يعني. ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ يا سويتها. انا سكت، هما اللي مستصدني. ما تنزلش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا 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 والله مذاكر والمصحف مذاكر واخد جايزة احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظة واحدة، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. لا مؤاخذه يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زباله قدام ضيوف، لكن حسابنا معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايه طبعا والله واثق منظورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي
زي حضرتك بس كنت بأمن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه هتبجيلي من احتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم انت. هاي دود واتس اب مان كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناه الاولى فيها بني ادمين عن دول يا مسرور. مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيله دي ببقى عارف بالاشكال دي بيبقى سياف ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفله من الكاميرا كنترول بتاعت الاوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفله من اولها لاخرها؟ مشغل بس. جري شوية. ايوه زوم بقى. مشكش محفوظ. شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زليت الخروف بالسلم قبل ما يموت. مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. استنى استنى ثانيه واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ اما انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما ناسه في الترابيزه. التقلوش ايه ده؟ هينزلوا يقعدوا يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي. بلاش انا بلاش انا. انا بص خلينا انا العب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب بيكي جول. تعمل ايه؟ اعرف يا هنا يا مجانين.
يعني ايه ماليش في الشقه؟ قلبنا الشقه حته حته ما لقيناش فيها اي حاجه. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعه ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت تغطي الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شويه هتقعدي تقولي ماما والوفاء والحاجات دي بقى، يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت. خالص؟ لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها؟ ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده او انت نايمه نزلت كده او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الباترينه بتاعت الكبه اللي انت حطاها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيك انت ظالمه عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينزز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ ابو هتعضي. ماشي اقدي بايدي. الله، طب ومخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رايك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النضارة. هات هات بقى. أقود إلا بالله. خد يا هاني، الله يحنن عليك. يا يحنن عليك. لحظة. إيه يا عم بكر؟ إيه؟ بشويش علينا يا بابا. بقولك إيه؟ لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر أرجع الشغل تاني، فاعمل حسابك إن أنا مش هرجع تاني. أنا مش بكلمك عشان الموضوع ده، أنا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا، دلوقتي بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، أنا عايز أشوف وشك ولا وش رشد بيه ولا وش رجلي. بس إحنا لينا حاجة عندك يا بوشكش. حاجة إيه؟ شوية ال شوية 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 الأسطوانات والأوراق. إيه؟ أعلى مفخلك اركبه، يا نادي زبالة يا اللي ما فيهوش لعيب إلا كسر بعد كسر. سلام يا مقربين. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ الله ما انت عارفه كل حاجه اهو. سالي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هاني، ده انت فكرتيني باحلى ايام عمري، ماتش اعتزالي. بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجه غريبه. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت، في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس ثالثة بتقول. ولا بلاش، مش عايزة اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحة بقى لو كان في حاجة عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست؟ بيجري بسرعة يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هديه بسيطه كده. ميرسي. علبه عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي. حلو قوي. الله يخليك. ايه ده؟ ايه دي فاضيه؟ ايوه انا اسف، اصل كنت جايب واحده تانية صغيره كانت ارخص، فجبت جبت واحده الغى اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله، حلو قوي. ميرسي يا بوشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي، تحفة. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفة؟ تهادوا تحابوا، يعني نادي نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فأنت لو وديتيني هدية زيها سلسلة هتبقى أنت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وأنا فاكرك
بعد رمضان في شوال. سلسلة ها؟ يا ريت لو سلسلة تبقى بجد. بس أنا خايفة ما تعجبكش. أكيد هتعجبني من المصحف. والله أكيد هتعجبني. إيه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في آخر مصارع التيران ده ولا إيه؟ هايلة والله. عجبتك؟ آه طبعًا. مش من بابا؟ ممكن أجيب الشنطة بس؟ آه اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسوق. على فكرة متشكر قوي على صينية الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لآخر مرة، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشد بيه. انا مش فاضي اللي اعمل عيال ده. هيحصل ما تستهبلش يا بوشك. وحياتك يا بكر بيه، النار كلت كل حاجة، حتى كيلو اللحمة اللي في الفليزر كلته، العيش المفقع اتحرق والطري اتقمر. اسمع هلا، حياتك قصاد الاسطوانة دي، بطل بقى تلعب لعبة انت مش قدها، انت والبنت اللي ملموم عليها. بقولك ايه يا بكر بيه، بقولك ايه والنبي، مش ناقصة تهديد هي، انا خلاص مش فارقة معايا، انا عمال اتكحول كل شوية لما خلاص قربت اتقلب قرد، فمش ناقصة بقى تيجي تحدفني في قشر موز يمين وشمال. الله. وبعدين تعالى لي هنا. يا اسطوانه ايه دي اللي سايبها مفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها، وهسيبك تراجع نفسك لغايه ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل، مش هيحصل يا بكر بيه الا لما الاقي انا حاجه على مزاجي، حاجه كده بتتلبس في الرقبه شكلها مقطقط، حاجه دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس، لا انت ورشدي بتاعك. بس يا سيدي وانا وهيخرجك في عيد ميلادك ده؟ الواد شكله وقع قوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابه اللي ملموم عليها دي خالص، يعني طيب كده وجدع غلبان، بس على مين برضو هحاول معي. هتحاولي بشكلك ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلون اهو، ولا طلعلي شنب يا بنتي؟ لا بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي ما هتجينيش، هتنطرني ما هتنطرنيش، هتزحلقني ما هتزبحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله هانيا بجد انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس بقى متكسفنيش. شفت نفسك في المراية عاملة ازاي؟ شعرك فراتيه وحلقات دقنك ايه ده ايه ده ايه ده بجد انا اتثبتني انت ايه ده؟ يلا بقى اطلبي حاجة كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمح لي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه؟ كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Hayla, happy... Hayla ايه؟ هانيا هانيا. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Hania. Hania صح صح. ايوه هانيا هانيا. Happy birthday to you Hania. شكرا. ايه ده بتقلب الخفايا بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟ وحنينه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري، حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب.
يا ست بس بالراحة كده شوية بس انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غامض بيني وبينك تعالى نتكلم ها انت منتظرة ايه من العصابة اللي موجودة عندك في البيت والنبي منتظرة ايه دول لو فكروا في الصحوجة هيودوك افغانستان والله ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوا في عيد الجلاء انت نصيبك بقى في الهدايا طبنجة سمكي نص عالي المهم ان لازم يكون في جريمة قتل حتم في الليل بيني وبينك بقى فيش واد كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده ايه ده ايه ده ايه ده انا ما اسمحلكش بالكلام ده انا مش بتاعت كده خالص ايه اللي انا مش بتاعت كده خالص هو انا قلت لك تعالي البيت انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه انثى سوف لا نشتري شجرة ستكونين أنت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا أي طبعا وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا كل أحبك قيد زينة وسمتي فبغير حبك لا أكون جميلة دي أغنية كاظم الساهر بس ده طبعا كاظم الغيظ هنقول احنا لسه حبايب يوه ما خلص قلنا هنقول لسه قلبنا داي يوه ما خلص قلنا هنقول احنا لسه حبايب يوه بقى ايه يا غلاسة وخلاص انا عايز ابسطك تبسطني ايه وتزفتني ايه احنا ما اتفقناش على كده احنا مش اتفقنا لا ما اتفقناش على كده وما تعملش كده تاني مره ما تعملش كده تاني مره احنا متفقين على اغنيه واحده بس هابي بيتزا صح هابي بيتزا مش كده حصل ولا لا دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الانفيه بوسكيت ودخلتني بعدها بمصطفى قمر هنقول احنا مش ناقصه طب اسمع دي اسمع مش هسمع دي وايه القرف اللي انت لابسه ده ايه لابس لي قعده عربي يلا يلا انت كده نأسس في التبادل تأسيس أساسي يعني في الغلاسة أنا أرد على التليفون بس لحظة ألو أيت هاني قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟ أضرب محشي صلي على النبي بيتنا كله منور كل يا حبيبتي بالهنا والشفا ميرسي يا ضنط بجد الأكل حلو أوي تسلم إيدك قولي لي يا حبيبتي أنت متجوزة؟ يعني معلش يعني لو متجوزة تهاني هتفضل قاعدة معانا كده يعني قاعدة دي يعني انهي نطع هيقبل حاجة زي كده شت يا واد اسكت بجس لك نبضها يا ست تجس نبضها ايه وانت شايفاها عندها بوط ويا قاعدة اسكت بقى ولا مخطوبة يا حبيبتي ولا دي كمان النبي الواد بوشكش ده زي العسل وما يتفتش يا تهاني ما ناقصه قليله يعني احنا جايبين له الصيني والنجف ومصلي النوم كمان بالمره بالك انت بقى كوبايه الشاي بعد الاكل فوق سطوح بيتنا ما تتفتش برضه ايه يا وليه يا واطي احترم اللي جابه كرامه اهلك ايه ده الرجاله هنا في الحياه الشعبيه حاجه بقى يعني الراجل راجل دمه حامي وسخن راجل بجد يا راجل يا مايك ايه ده انت مبرقلي مبرقلي ليه كده حاسسني ان انا بشتمك اهو يعني هم كده تقريبا بيلغوا بعض يعني تقريبا كده بيلغوا بعض دول هيموتوا بعض ما هي دي بدايه الصلح والنبي عايز ما تلمسنيش ايه شفتي ده الليله معقوله بعد الفضيحه اللي عملوها دي يتصالحوا بالسرعه دي كمان حياتك وبالسرعه دي هتلاقي 18 عيل بيجروا في الحاره بكره سمع سمع كروان ده بمناسبة العسل بقى بتاع اختي مش فاهمه يا العسل بتاع اختي تهاني لما قالت الواد بوشكش ده عسل وراحت بصالك كده هل انت العسل ده هو فعلا نفس العسل اللي عند اختي ولا انا اروح اجيب عسل من بره لا لا كده صريحه واضحه كده جريحه لا مش قصدي انا قصدي ان العسل بتاع اختك هو العسل اللي انت قصدك عليه لا انا كنت عايز اقولك فعلا على حاجه طب اقول بسرعه عشان حاسه ان قلبي بيدق جامد ومفتاحي على طول على طول مفتاحي مش يمكن يكون ابن الحلال واقف ومترقص لك ها مش كده ولا ايه بس انت كنت عايز تقولي حاجه لا قول انت الاول لا انت قول الاول طب اقولك على حاجه
تعال نعمل زي فيلم لبنى عبد الحفيظ وعبد الحكيم حافظ في دمي ودموعي والتصاقاتي. طب اقول لك على حاجه، تيجي نقول الكلمه دي احنا الاثنين في نفس واحد، نعد لحد ثلاثة ونروح قايلينها كده في خلق بعض كده. ماشي اوكي، واحد اثنين ثلاثة. انا عرفتك عشان رشدي هلال. عرفتني عشان خاطر السلسله؟ وانت عرفتني عشان خاطر رشدي هباب؟ خلي السلسله تنفعك. كلمها تاني. انا كلمتها قدامك تاني واعمل ايه يعني؟ ابلغ عنها؟ خلاص روح لها البيت. وانت فاكره سهله كده اروح البيت؟ ده ابوها لو عرف انها مروحه معيطه بسببي، ده مش بعيد يدفني في الجنينه هناك. وبعدين هي كمان كانت بتلف عليها عشان خاطر تعرف معلومات عن رشدي هلال بتاعها. ومال؟ ما انت كمان كنت بتلف وراها عشان السلسله بتاعتك اللي خدتها منك، يعني واحده بواحد. اه بس السلسله بتاعتي. هي مش السلسله بتاعتي؟ اساسا؟ طيب. نعم من ساعة ما خدتها وهي حياتي متنيلة بستين نيلة، عمال اقع في كحريطة اطلع على زغريطة. بس اللي حصل النهاردة بقى اوحش من كل الزغاريط والكحريط. ايه اللي بتقوله ده؟ ايه يا عم طه؟ ايه؟ مش ناقصة؟ غلط. يعني عايز تفهمني انك انت بتؤمن بالحظ والكلام الفاضي ده وان حتة سلسلة تبقى متحكمة في حياتك؟ ما هو اللي حصل بقى. يا ابني انت راجل متعلم ومؤمن ولازم تعرف إن حكاية الدجل والحظ والشعوذة دي حاجات البني آدم بيحاول يقنع نفسه بيها بإنها حقيقة علشان يداري على فشله وكسله. ولازم تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى إدانا عقلنا على قدنا، ما نقدرش نعرف ولا نشوف أكتر من اللي هو مقدر إن إحنا نشوفه ونعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يعني أنت لو قدر لك انك تعرف ايه اللي هيحصل لك كنت انت ذات نفسك اللي اخترت ان بيتك يتحرق وانك تترفد من الشغل وان يحصل لك كل اللي حصل لك ده، مش كده ولا ايه؟ صدق والله عندك حق، ده انا غلبت اللي بيعبدوا المعيز. اهو ادي عربيتك جت اهي يا سيدي ومتصلحه و100 فل. العربيه بتاعت انا؟ امال ايه؟ والله بتاعت انا؟ متشكر قوي يا زوجتي. العربية هندسة. الله 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 الله، ايه الحلاوة دي يا عم؟ زي ايه ده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ده حلو قوي. لقينا جاكيتة دي في العربية يا باشا. لا ده أنا جاكيتتي بني، إيه دي؟ لا دي لقيناها في شنطة العربية. في شنطة العربية؟ اه. طب ما لقيتش معاها قميص وبنطلون بالمرة اللي مكسوها. لا هي بس. الله يبارك لك يا عم، شكلي يا ريس قوي. مفتاح يا باشا. شكلي يا عم، بتاع إيه ده؟ بتاع العربية؟ بتاع العربية، والله نسيت ان العربية بتدور موت. ماشي يا شكرا، اتفضل. معلش اسمك كريم ايه بقى؟ ابراهيم. الله يخليك يا اسماعيل، مع الف سلامة. ده كده عظمة قوي. ده كده عظمة قوي. بكري بيه؟ عاوزك في كلمتين. اوعى تفتكر ان انت لاوي دراعي انا ولا رشدي بيه، لا انت متورط زينا بالظبط. افتكر كويس العقود اللي مضيتها مع اللعيبه والعقود التانيه اللي مضيناك عليها وانت مش عارف فيها ايه ولا عارف هتوديك على فين. انت زي حته الشطرنج احنا بنحركها زي ما احنا عايزين. الاسطوانه اللي في ايدك خطر عليك قبل ما تبقى خطر علينا احنا. احنا شفنا كل حاجه من الكاميرا كنترول بتاعه الاوتيل لحد ما المصورات يحط الاسطوانه في جيبك. ادي عربيتك جت اهي يا سيدي. هنا شفت العربيه، هنا شفت العربيه يا باشا. خلصت كلامك يا عم بكر؟ خلاص؟ أحب أطمن سعادتك بقى إن الأسطوانة معايا وشايلها في مكان الدبال الأزرق نفسه ما يعرف لهاش طريق جرة. مش الدبال الأزرق برضو بتاع الأماكن الخبيثة ولا إيه؟ أنا بقى شايله في الأماكن الخبيثة اللي ما يعرفهاش الدبان الخبيث ولا الجمعة. يعني الأول بالبلدي أخد حقي، حقي بالكامل 50% من العمليات اللي اتعملت من ورا ظهري وانا في وسطكم كده هفق عوض
ماليش اي لازمه، زلوط من غير الالف. مش شايف ان كتير 50% يا بوشكاش؟ حقي حقي ولا مش حقي؟ واخده. وحتى لو وصلت ان انا دب ايدي في مصارين سعادتك واطلع المصران الغليظ واحشيه رز بالخلطه وارجعه نص سوا تاني. الله، ده انت بقيت ساحر اهو. وممكن اطلع لك بيض من وداني لو عايز. بوشكاش انت مش قدي. ايه يعني؟ اكبر مني بقد ايه؟ 5 10 20؟ ما بقتش بالسنين. امال بقت بايه؟ بقت بالسنان. السنان يا بكر بيه. ايوه باشا، خد كلم. مين؟ سيجنال 2؟ لا، ده رشدي بيه. اسمع رشدي بيه، هانيا هانيا، ساعة زمن والاسطوانة تبقى عندنا، بعدها تاخد حقك وتاخد اوراقك وتستلم حبيبتي القلب. سلام يا بتاع الاجروبات. اتفضل يا فندم، رشدي بيه وبكر بيه بانتظار سيادتك. والله اتفضل في السياره. شكرا. قلت لك خلاص يا بكر، خلاص. انت مش فاهمني ان احنا كلنا في مركب واحده؟ عظيم، سيب بقى يا عم. في ايه ده؟ الاسطوانه لو سمحت. ما هي معايا، بس انا في حاجه عايز اقولها. الاسطوانه لو سمحت. الهدوء بتاع حضرتك ده بيقلقني. هي انا عظيم. خش بقى عشان تعرف حبيبتي القلب موجوده فين. ايوه بس انا من ناحيه الموقف اللي حضرتك عملته ده، انا وبيظهر فجأة ويختفي فجأة. مساء الخير يا مكبيل. اللي فات مات بقى. بصراحة بقى أنا عايز أقول لك على حاجة. احنا مش كنا مع بعض فيس تو فيس. ايه الغباوه دي؟ ايه يعني بتنتحر عشان خاطر بس كلمه سعد؟ ليه يا غندور المذيعة. ايوه انا، مين معايا؟ مع حضرتك برنامج عالم البحار. اخلص يا عم. ايوه يا فندم، معاك سيف ابو الخير رئيس مباحث اسم الدقي. عالم بحار ايه ورئيس مباحث ايه يا سفلة يا زبالة يا وطين يا اللي ما تربتوش؟ ايه اللي في الادب دي؟ اتفوق. انا يتعامل فيا كل ده بسببك انت؟ يابا خش يا عم بوش. سلام عليكم يا رجاله. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا كابتن بوشكش، نورت بيتك يا حبيبي. نورت بيتك يا حبيبي. داخل على مراتي ولا ايه؟ هتعوك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عم، النص مش النص برضو؟ ايوه يعني فاضل لك نص وتبقى كيلو. اصدق اضحك. نص انا جاي المره اللي فاتت في حادث العربيه، انما المره دي بقى انا جاي بجريمه قتل. عارف يعني ايه جريمه قتل يا راجل؟ اه والله، من نص ساعه لسه قاتل. حيوده جاي بجريمه قتل. تحية مني للراجل النتن ده اللي استقبلني في اول يوم. انا كمان بحييك. تمام يا فندم، في زيارة على شاب بوشكاش محجوز يا فندم. دا
دخل هان. تحت امرك يا فندم. خش باش محمود. نعم. زيارة. لمين؟ ليك. وانا عيان ولا ايه؟ زيارة اكل يا حدق. هات يا مرق. اتفضل. بيبي جماعي. بيبي جماعي. ايه فرخة بعتلي جواب ولا ايه؟ انا رشدي هلال يا بوشكش. مش عيب عليك يا راجل لما سلمني صورة مضروبة. عموما انا كنت عامل حسابي على كده. لو عايزين في الحبل المشنقة نفذ اللي هقولك عليه. النهاردة المساجين هتترحل على النيابة. الراجل اللي معاك ده كلبش في كلبش هيكون راجل من رجالتنا. كل اللي في الحجز معاك قبضين وهيوسعوا لك سكة. اوعى. النور هيتقطع من جوه الاسم. الرجالة اللي موجودة هتحجز على العساكر. وهيوسعوا لك سكة انت والراجل اللي معاك. هتخرج من جوه الحجز على طول. تروح تجيب الاسطوانة وتبلغني بالمكان اللي انت قاعد فيه عشان ابعت لك رجالتي يجيبوك لحد عندي معزز مكرم. يا حاج ممكن تليفون؟ اه اتفضل يا باشا. بعد اذنك تليفون من غير ازعاج بس لو سمحت. انا اسف لو انا بزعجك ولا حاجه. الو لسه جرس. الو الو بوشكش. ايوه هانيا. وحشتني. ايوه انا بوشكش. انا بوشكش. ايوه يا ست هربت مش وقته. ايوه هربت. اسمعيني كويس. وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. انت جبت الحاجه اللي انا قلت لك عليها ولا؟ اه يلا بقى مبوشكش. ايه ده؟ يلا مش جبت السكيه؟ جبت الايه؟ السكيه اللي في ايديك. ايه السكيه ده؟ ايه السكيه ده؟ السكيه اللي في ايديك ده. ده اسمه السكيه اللي في ايديك ده؟ امال اسمه ايه؟ اسمه سديل. انت مالك بتطجن ليه كده؟ بقى اسمه سديل. سديل اه. سديل؟ بس يا نص. بقول لك ايه؟ نعم. عشان عندكم زفر؟ اه في زفر. في زفر اه. في زفر تاكل زفر؟ ايه رايك؟ شغال. شغال ايه؟ شغال اكل. شغال اكل؟ هي بقت مهنه؟ الاكل عندك بقى مهنه؟ شغال اكل؟ في معده تستحمل يعني ولا؟ بعون الله. خلاص بعون الله. انت هتزق عربيه نقل خلاص. قومي بقى. قومي اعمل لنا ها؟ اعمل لنا اكله كده حلوه ها؟ حاضر من عينيا. ممكن ابوسها ولا دي فيها حاجه؟ براحتك. بس ابعد نفسك عشان ما ارجعش على ايديا. ابعد نفسك. أكلة حلوة كده. ماشي. ماشي أوكي. عن إذنك. اتفضلي اتفضلي. حط منوم في الأكل للجحش اللي معايا. تعاملاتكم الشيكي بتخليني أفكر إن أنا أبني مستشفيات خيرية أكتر. عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها. اه ده بتاع ايه بقى؟ انا اقول لك بتاع ايه؟ ماده الميلاتونين موجوده في مخ الانسان بالتحديد النخاع. لو خدت ماده الميلاتونين من مخ الانسان بكميه زياده شويه الانسان ده ممكن يموت. ولو عاش هيعيش بفقدان الذاكره زي العيان بمرض الزهايمر. جزئية بسيطة اتكلم فيها دكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود. مصطفى محمود. الشيخوخة بتضعف والنتيجة ان الانسان يبتدي الذاكرة تهوي ويبتدي ينسى وما يعرفش كان امبارح ايه وعمل ايه ولا المفروض نمر التليفونات تتمسح من طلع راجل كارثة. وانا اللي كنت فاكرة ان كبير وهيبقى تاجر مخدرات. ده في حاجات اخطر من المخدرات بكتير. اسمعي هانيا. بوشكش. مش عايز السلسلة؟ عارفة هانيا السلسلة دي زمان كانت بتجيب لي الحظ. كنت فاكر انها بتعمل لي حاجة كتير قوي حلوة في حياتي. بس من ساعة ما ضاعت جابت لي حاجة أحلى بكتير. أنت يا هانيا مش عايزة تقولي لي حاجة يعني بجد يعني. مفيش. بوشكش. عايزة ايه يا بنت بقى؟ عايزة ايه؟ ترجع لي تاني؟ أنا محظ. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.
الحمد لله على السلامة يا مشمش. سلامة ايه بقى يا رشدي بيه؟ سلامة ايه في وسط ياجوج وماجوج دول؟ ده انا قلت ان سيادتك اكيد اكيد وحتما ولابد بيسلمني العشماوي رسمي تسليم اهالي. اسلمك؟ ما ينفعش طبعا. انت حياتك تهمني وتهم ناس كتير. هو حضرتك ناس كتير؟ قوي فوق ما انت ممكن تتصور. اللابتوب بتاعكم العقدة اللي ليكوا عندي. الاسطوانة؟ جوه اللابتوب. هايل. الناحية التانية. رشدي بيه. تسمح لي اسالك سؤال؟ هسمح لك. بس عشان انت راجل محكوم عليه بالاعدام ولازم البي له طلبه الاخير. اتفضل اسال. مش عارف اقول ايه قدام ذوق حضرتك. هو مش حضرتك خدت الاسطوانه؟ ايوه خدتها. طب ما تطلعني بقى من الكلكيعه اللي انا فيها دي. انت فاهم انها لا ليا في قتل بكر ولا جيت جنبه. انت طبعا حر تقول الكلام اللي انت عايزه. لكن كلام محضر النيابه بيقول حاجه تانية خالص. كلام ممكن يلبسك البدله الحمراء لانهم لقوا بصماتك على السكين. انا عارف طبعا ان كل غرضك انك كنت تقطع التورته للسنيوره بتاعتك. يا عم حرام عليك، دول قبضوا عليك جنب جثه بكر، يعني متلبس بالجريمه. صحيح انا عارف برضو انه كان غرضك تستلم السنيوره بتاعتك اللي كانت مخطوفه، لكن تستلمها ازاي بقى وهي ما اتخطفتش؟ الكلام علشان ما بقاش بكدب عليك يا صاحبي، هي القضيه لابساك. وعلى فكره انا كنت عارف ان بكر بيصمصك من ورا ظهري هو وديمتري، وبعدين كان دليل عليا في حكايه قتل ايمن ومصوراتي، فقلت اخلص منكم انتوا الاثنين. لبستك قضيه بكر عشان اضمن ان الصوره ترجع لك. سوري يا فشكش، كان لازم اخبطكم في بعض. وطلعنا شرار. تمام والله. مش عارف يا رشدي بيه، عارف لما ببص لحضرتك بحس كده ان في غيبوبه حصلالي، غيبوبه لما بشوف سعادتك. مش حاسس ان في بني ادم بالشكل ده تاني. انا مش هتكلم معاك على الاثار ولا الهيروين، لا. انت راجل خلاص بقيت بتبيع الماضي وبتفرتك الحاضر وبتشفط المستقبل. خلينا بقى في الشفط. ذنبهم ايه الناس الغلابه اللي مرميين عندك في المستشفى دول عشان تشفط منهم احلامهم وافكارهم؟ ها؟ اللي جايين طمعانين في حق الدواء، اللي مالهمش ذنب في اي حاجه. تسحبهم كده فجاه تخليهم على الجنط؟ ناس؟ ايوه ناس. اللي بتتكلم عليهم دول ناس؟ طبعا ناس. لا يا حبيبي، دول مش ناس. مين دول؟ اشي بياعة فل وياسمين ولا بياع مناديل ورق؟ دول ناس مالهمش لازمه، عاملين زحمه على الفاضي، يعملوا ايه دول بالميلاتونين اللي موجود في دماغهم؟ لكن لو خدت الميلاتونين ده وحطيته في دماغ عالم او مفكر، الناس دي بتدفع فلوس عشان تقاوم شعوب، تبني مستقبل. بس 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 هي ايه؟ وهيصف الكلام ولا ايه؟ مش هيصف الكلام هي. استنى عندك شويه. هو انت مين عشان خاطر تحيي ناس وتموت ناس؟ انت فاكر نفسك مين؟ انت مالك بتاع الفل والياسمين؟ ما ليه رب هو اللي يدبر له امره؟ مش يمكن يبقى حاجه بعد كده؟ بدل ما تاخد منهم اديهم، ابني لهم مصانع بس بجد، مستشفيات خيريه بجد، هات لهم دواء بجد، مش ازازه دواء وتبني عليها مصنع. يا رشدي بيه الناس تعبانه، الناس طهقانه. انت بتسمعش عن طوابير العيش اللي بتخش عشان تجيب خمس ترغيفه تروح مغزوزه بجنبها بمطوه، تبقى خارجه بغزه بجنبها وفي الرغيف في ايديها وفرحانه؟ ما تعرفش الحاجات دي خالص خالص. ما سمعتش عن البنزين؟ ولا انت بتخش على البنزينه 10 لتر تروح مديله راس ام الحطب، فول تانك تروح مطلع له راس نفرتيتي وتروح مديها له. انزل شوف الدنيا عامله ازاي، انزل وبص. الراجل يا ولد بيبقى واقف هو وابنه عند الفكهاني ويبص على الفاكهه بحسره مش قادر يعمل حاجه، في الاخر يبص على التفاح كده بحسره ويقول له الى اللقاء في جنه الخلد ان شاء الله. بس هقول لك على حاجه بقى، الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي، والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما طلعش غبي. بعد ما خلصت صفقتي مع السلعاوي وجاني ديمتري،
شفت وعرفت ان انا محطوط ستار للعبه كبيره قوي. ايمن انا بوشكش، اسمع اللي هقول لك عليه بالظبط. عايزك تطلع النهارده على الحفله بتاعت رشدي هلال وتاخد معاك كاميرا الفيديو بتاعتك، وفي واحد هقشر لك عليه بعنايه تراقبه وتصوره هو ورشدي هلال وبكر الكومي. لحد ما جه بكر بيه وكمل لي الحته اللي كانت ناقصه عندي ساعه سكري في الحفله الاسطوانه، بعد ما كنت هيدي المعبد على اصحابه، وسيادتك اديتني فرصه تاني للهرب عشان ابدا العب معاك الجيم من اول وجديد. الكارت ده هتخليه في اللابتوب، هيخليك واصل بالنت. يعني انا ده هيخليني لاقط صوت وصوره لرشد هلال؟ يعني ايه؟ يعني سيادتك معايا على الهوا وانا خايف لا تاخد برد بصراحه. اقول لك كده المفروض يعمل كده صح. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بنت هانيا، هانيا انت يا بنت رد عليا هنا، شايفاني ولا لا؟ بقول لك ايه، انا خلاص قررت ان انا هاجي اقابل العصابه اللي عندك وعلي بابا الكبير عشان اطلبك منهم، مطلوبك رسمي قدام الحكومه، وبرضه امانا اجيب شويه عم السبتيه ونيجي ندغدغ البيت اللي فيه ونحرق اخواتي كلهم واخدك على فيل ونجري